لما فتت على الـ SAE أنا صارت نظرتي للموسيقى أو للأفلام مختلفة شوي. يعني أنا كمهندس صوت لما بسمع موسيقى ما بستمتع بالموسيقى من زمان، صرت بحلل الموسيقى كيف تسجلت وكيف الأصوات كيف الأفكتس الموجودة فيها. من الأفلام اللي عملتها خلال فترة دراستي بالجامعة فيلم اسمه Cold Morning in November، وصل لكان في الفستيفال وراح ربح جوائز ولف على العالم لفة منيحة، وهذا الإشي كله عملته خلال فترة الجامعة يعني، فهاي الأشياء اللي I'm very proud about صراحة. علمونا شغلة كتير مهمة بالSAE، وكانت هي هاي اللي هي البيس اللي بيوقف عليه الواحد. whatever الواحد بيستخدم إن كان كمبيوتر أو ورقة أو قلم أو ألوان أو إيش مكان، هدول tools لإيش في جوا مخك أنت اللي تعمل الكرياتيفيتي تاعه. طول ما إنه في حدا بدعمك، طول ما في إنه في institution زي SAE عمان عم تعطيك الماكسيمم عشان أنت تبدع بفكرك، لا خليك في هذا المكان. احجز مقعدك الآن، لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 06-5799-080 وزوروا موقعنا saejordan.com.